السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم مرة أخرى. إن شاء الله اليوم كما عودتكم غادي نقدم لكم إن شاء الله واحد الفطائر اللي كيجيو ساهلين. نبداو إن شاء الله. عندي هنايا معلقة صغيرة ديال الخميرة، عندي 2 معالق كبار ديال السنيدة، عندي ملحة، عندي 2 كيسان ونص ديال الدقيق، نص كاس ديال الزبدة، وهنايا عندي كاس ونص ديال الحليب. أنا غادي نستعمل غير نص كاس باش غادي نعجن، والحليب الاخر يعني باقي غادي نخدمه به. المهم انتم خليكم معايا ان شاء الله وغادي تشوفوا الطريقه، تشوفوا داكشي اللي غادي نخدم. انا هنا غادي نديرو غير هنا في الخلاط باش يتعجن. الا بغيتوا تخدموا بيديكم كتخدموا بيديكم، بغيتوا ديروه في العجانه كديروه في العجانه. المهم انا غندير هنا الطحين، غادي نديرو ديك المعلقه ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الخميره عامره، هنا 2 معالق ديال السنيده، 2 معالق كبار ما يكونوش عامرين بزاف، شويه ديال الملحه، وغادي نديرو داك نص كاس ديال الزبده، وهنايا غادي ندير نص كاس ديال الحليب. صافي انا هنايا غادي نعجن، ولا كان باقي شويه خاص الحليب غنزيدو. كما كتشوفوا ها هي العجينه تجمعات لنا. صافي انا غادي نحيدها، ها انتما شوفوا كيفاش كتجي، كتجي رطبه. صافي انا نزيد ندلكها واحد شويه، ملي كدلكوها كتسمعوها كطرطق، يعني راه دلكات مزيان. بالنسبه لهذه خدمه بيدو يحاول يدلكها شويه. صافي نجمعوها هكذا شويه بحال هكا، صافي انا غادي نديرها في شي بانيو باش نغطيها ونخليها تخمر. انا حطيتها هنا في هذا البانيو، صافي غادي نغطيها وغنخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها، ونرجع ان شاء الله باش نكملوا التتمه ديال هذه الوصفه، ديال هذا الرولي ديال القرفه الفطائر. العجينه ديالنا هي كما كتشوفوا راه تضاعف في الحجم ديالها. صافي غناخدوها غادي نخرجوا من هذاك الهواء شويه، هما كيجيو غزالين وفي نفس الوقت ما فيهمش بزاف ديال المقادير وما فيهمش الخدمه بزاف. صافي هكا انا غادي نجيب هنايا الدقيق، الدقيق باش غادي نسرحوا هاد العجينه. صافي غادي نطلقوها بالدلاك ونحاولوا نطلقوها على شكل مستطيل. تلقاها تكون مقادة بحال هكا، صافي نبداو نطلقو فيها تتطلقنا مزيان كيما قلتلكم وتاخدنا الشكل ديال المستطيل. هاي كما كتشوفوا انا طلقتها، انا خديت هنايا معلقه كبيره ديال القرفه وجوج معالق كبار ديال السنيده، غادي نخلطوهم. كنخلطوهم هكا مزيان،
وغادي نحتاجو الزبدة، الزبدة تكون هكذا شوية مطلوقة دايبة، هاي الزبدة تكون هكذا مطلوقة شوية غير باش غادي ندهنو العجينة باش يسقنا فيها داك السكر والقرفة اللي درنا، بحيث غنديرو فوق الزبدة باش يلصقنا. صافي كندوزو على العجينة كاملة بالزبدة، من الأحسن الزبدة تكون مطلوقة شوية، أنا عندي هنايا ما مطلوقاش مزيان باش دغيا كتساعدكم باش تدهن في فوق العجينة. صافي انا هكا دهنت العجينة كاملة كيما كتشوفوا. دابا غادي ناخد هذاك القرفه والسكر اللي خلطنا وغادي نحاولو نرشوه على الوجه ديالها كامله مزيان. هلاك كنرشوها مزيان كامله، صافي حتى كنكملو السكر والقرفة اللي عندنا. صافي انا كملت، دابا غادي نبداو نلوو فيها بحال هكا، نبداو نلوو ونحاولو نشدو داك الاخر ديال العجينة باش ما يتحلناش. عفوا صافي نجمعها بحال هكا، قرصوها شويه صافي. دابا غادي نقطعها هانتوما كيما تشوفوا معايا بحال هكا، نحاول نقطعهم يكونوا قد قد في الاخر في الحجم ديالهم. صافي غنستمر بحال هكا تنكملوا داك الرولي اللي عندنا كامل قطعه. ما كتشوفوا يعني ساهله ما فيهاش الخدمه بزاف، وكتجي يعني كيجيو غزالين مذاقا وشكلا كيجيو زوينين. صافي بحال هكا غادي نستفهم في لاطه، لاطه دير عليها ورق الزبده وغادي نستف عليها هاد الفطائر ديالي.
سكر شوية هذا الجنب ديال العجينة. صافي كما كتشوفوا انا هنستفتهم فوق في اللاطه ديالي اللي غادي نديرها ندخلها الفران. بعدهم شويه حيت كيتنفخوا شويه يعني كيتحلوا هكذا ما كيبقاوش مجموعين بحال هكا. هنايا غادي ناخد شويه من داك الحليب اللي كان باقي عندي يعني داك الكاس. صافي هنايا غادي نبدا ندهن الوجه ديالهم بحال هكا. باش كيتحمروا باش كيعطي داك اللون محمرين غندهنهم هكدا كاملين مزيان بداك الحليب. والكميه ديال الحليب اللي باقيه نتوما تشوفوني شنو باقي غندير بها. كان دهنتو مزيان صافي انا ندخلهم الفران ونرجعو. انا دوا الحليب اللي كان باقي لي غادي ناخدو معاه سكر كلاصي. صافي غادي نبداو نضيفو. انا درت هنا شي 4 المعالق هكذا ولا 5 المعالق ديال سكر كلاصي. غادي نبقاو نضيفو على داك الحليب ونخلطو باش كيعطينا واحد يعني واحد نقولو سيرو باش كنديرو فوق هادوك الفطائر. صافي غنخلطو هكذا مزيان تما يبقى لناش دوك الحبيبات ديال السكر كلاصي. المهم يتخلطو مزيان مع داك مع الحليب. هو كيجي بحال داك الفوندون اللي كيكون فوق الملفي. صافي المهم غنخلطو هكذا مزيان. المهم نتوما ديروا الكميه اللي غادي تكفيكم اللي غادي تقدروا تسقيو بها هذوك الفطائر بحال هكا. المهم كيتخلطو مزيان. كيجي بحال هكا صافي. وغادي نخليوه حتى نخرجوا الفطائر ديالنا من الفران. هنا كما كتشوفوا ها هما خرجنا الفطائر ديالنا ها هما كيجيو. كيتحمروا هما محمرين من التحت من الفوق شي كيجيو مفروقين. هنا راه باقيين سخان. صافي انا نزولهم كاملين ونرجعو ان شاء الله باش تشوفوهم. ها هما الفطائر ديالنا كما كتشوفوا زولناهم. دابا غادي نزوقوهم بهذاك الخليط ديال سكر كلاصي والحليب بحال هكا. كنديروا على الوجه ديالهم بحال هكا كما كتشوفوا هما كيجيو غزالين مذاقا وشكلا. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوهم وشكرا بزاف.